التكامل الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي للأردن وتعزيز العلاقات التجارية البينية وتحقيق التنمية المستدامة أسباب دفعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تمويل مشروع توسعة صوامع الحبوب الرئيسية في العاصمة عمان. المشروع الذي أقيم بتمويل وإشراف مباشر من صندوق أبوظبي للتنمية شمل أيضا صوامع الحبوب في مدينة العقبة الساحلية وبتكلفة إجمالية تعدت 70 مليون دولار أمريكي لكلا التوسعتين. علاقتنا كصندوق أبوظبي والمملكة الأردنية علاقة قديمة بدأت في عام 1974، ولكن في عام 2012 دولة الأمارات خصصت منحة بقيمة 1,250,000,000 دولار لتمويل مشاريع بنى تحتية في المملكة الأردنية. هذا المشروع اليوم يأتي ضمن هذه المشاريع. للأمانة التوقيت أكثر من مناسب، أتى والعالم يشهد تحديات فيما يخص الأمن الغذائي وما يخص الحبوب، فإن شاء الله أن هذه الصوامع راح ترفع السعة التخزينية للمملكة الأردنية بما لا يقل عن 3 أشهر إضافية. المشروع الذي بدأ تنفيذه عام 2016 سيجنب الأردن إلى حد كبير التعرض لنقص غذائي ناجم عن أي عوامل صحية أو أزمات سياسية إقليمية كانت أو عالمية تسعى إليه دولة الإمارات منذ البداية. المشروع اليوم اللي افتتحناه هو استكمال لمنظومة الصوامع في المملكة وتعزيزها وبناء إمكانيات وسعات تخزينية جديدة. هذا المشروع الحيوي راح يساهم في تمكيننا من بناء مخزوننا الاستراتيجي لمادة القمح، واللي هي في ضوء المعطيات والتحديات الحالية مادة رئيسية. طبعا هذا يعني يحقق الرؤية اللي احنا المشاريع النوعية، وأكيد لولا شركائنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة ما تم هاي المشاريع، لأنه بتمويل ومنحة كريمة من دولة الإمارات ساعدتنا بتنفيذ مشاريعنا واستراتيجياتنا وتحقيق الرؤى بتوجه نحو الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. التوسعة رفعت السعة التخزينية لصوامع العقبة من 100 إلى 200,000 طن وإلى 255,000 بدلا من 135,000 طن لصوامع الحبوب في عمان سابقا. تمويل الإمارات لهذا المشروع التنموي مكن الأردن من امتلاك الصوامع هي الأكبر من حيث السعة التخزينية في المنطقة وتأمين مخزون استراتيجي آمن من الحبوب للبلاد. من عمان لقنوات أبوظبي، حازم الخطيب.